كبيرات حفص، ثم فاضل أكرم في أول الثانوي. أحمد نور خالص في الثالث العالي في كبيرات حفص. أحمد زواوي زين الأول في الأول الثانوي بقراءة حفص. عبد السلام مخبار في الثالث الثانوي بقراءة حفص. محمد زكي مبارك في الثاني الثانوي. وسهل مراد في الأول الثانوي. محمد حمزة في الثاني العالي. محمد طرقان مرحان في الثاني الثانوي. أحمد رمضان الأول في الأول الثانوي. شريف هداية الله في الثالث الابتدائي، هذا الوحيد في البداية. شريف هداية الله في الثالث الابتدائي. ريزا العيدروس في الأول العالي. سيف الرجال في الثالث الثانوي. كلهم يحفظون القرآن وختموا القرآن كله، وكلهم بقراءة حفص إلا سيف الرجال هو بقراءة وكلهم من اندونيسيا الا واحد، اثنين من كمبوديا، اثنين من كمبوديا وفرحي من ماليزيا. طيب يقومون وحتى يعرفهم الاولاد يقومون وحتى يبتدي بهم الواقوم. سجل الاولاد، انتم حفاظ القران في من كمبوديا واين من ماليزيا؟ هل تروح 16 نفر 15؟ 15 نفر. هؤلاء خاتم حفظ القرآن. فين حمزة؟ ما اللي ما تقوم؟ طيب قوم قوم. سمعت عليك. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا
وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بارك الله فيك. آمين. Muhammad Zaki Mubarak Ikra Kul wa'id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم سيف المسلول. أعطي ميكروفون يقرأ في سورة إن الله اصطفى آدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. بارك الله فيك. في أعياد رمضان يا رسول الله سورة أنصر النمل وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين.
القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. أحمد أديب سورة طه طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على الأرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. هذا مبتلى من 15 نفر يمثلون من 15 نفر إن شاء الله. نسأل الله أن يبارك فيهم وفي يبارك في غيرهم كذلك يوفق الباقين إن شاء الله ويجعلنا من أهل القرآن كلهم. طيب الذي قراءة شعبة بس طيب نزيد الله سيد الرجال الزبد. هذا اللي خطأ حفظ الزبد.
الأول شهداء الفارس، الثاني نور محمد فهمي، الثالث أحمد متولي، الرابع حسين إيش؟ الخامس علي الخير، السادس محمد مولى الهندوان، السابع إمام عارفي، الثامن محمد أمين شافعي.